السلام عليكم الاصدقاء الاحباب. هذا النهار غادي ندوزو ان شاء الله، غادي نسرح الغنم، طلقت الغنم ديالي ان شاء الله حبيبات، اللهم بارك، غادي نسرحهم ان شاء الله هذا النهار، والله يسخ بزاف كاع صح. والله قسما شنو جبتها، قرعه ديال الماء والتريكو باش غادي نبرد، وهذه باش ناكل ان شاء الله. ولدتينا الله يخلي لنا الوالده ديالي، ها والخبز في الميكا، شتو لو جيت غير نفكركم صحاب الجيل 98 واش عيقوا على الزلاك، كنبقاو نلعبو الحساب. حمايل غب غب الله العظيم، منا الرايبية صحتنا براحتنا، غادي نكزو للتشينة، هو الخبز والله شحال زينة، تعرف أنك تعيش بسيط وشي بنت اللي تقنع معاك هكا وتاكل معاك وتشرب الطبيعة وتسرح وتجيبو اللي يقسم الله. ونزيدكم حاجه اخرى، نتفكر الطفوله الايام، الناس كتكون نعسه في الصيف والقيلوله، وحنايا صحاب 90 و80 في كنمشيو نجيو لهاد الجر هنا ونبقاو نتشعبطوا هنا. راه حنا كنطلعوا ها كما كتشوفوا كيقولوا ميو كيقلب، ويبان له شي عش نتاع سي زاغوش، الا دينا البيض هذيك هي، والا قينا الفروخه هذيك هي. كنا حنا صحاب الجيل ديال التسعينات، بعض المرات كنبقاو هكذا بالنعمان، كانوا كيديروا هاك قشروا بحال هاك ميقشروها. اصلا الانسان حيوان نباتي، ها نفكركم في هذه عاوتاني، ها هي كنبغيك ما كنبغيكش، كنبغيك ما كنبغيكش، كنبغيك ما كنبغيكش، كنبغيك ما انا سيدي تريكو. من بعد ما كلاو الغنم وشبعوا وشربوا، احنا دابا كنديهم الدار كلهم باي باي، يلا شي نمشيو نروحوا، يلا يلا يا الغنم الى المنزل، هيا هيا اذهبوا كليتوا وشربتوا غادي تمشيو تنعسوا. وها هما الغنم دخلناهم غادي يشربوا وينعسوا وباي باي، تصبروا لاخي.